بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا، البرنامج اللي يهتم بصحتكم من الناحية التغذوية الصحية والنفسية. اليوم رح نتناول موضوع التدخين والتغذية. الموضوع هذا يهم شريحة كبيرة من الأشخاص، غير أن آفة التدخين تأثر على صحتنا بشكل سلبي إلا أنها هي أيضا تأثر على امتصاص الجسم للعديد من الفيتامينات والمعادن، وتأثر على الوزن، وتأثر على الصحة بشكل خاص في الصحة البدنية. التدخين يأثر على امتصاص الجسم للكثير من الفيتامينات والمعادن، من أبرزها الكالسيوم، فيتامين د، وأيضا فيتامين سي. شافت التوصيات والدراسات أن الشخص البالغ الذكر الرجل يحتاج تقريبا 90 ملي جرام من الفيتامين سي خلال اليوم، بينما المرأة تقريبا تحتاج إلى 70 ملي جرام من فيتامين سي. الشخص المدخن سواء المرأة أو رجل يحتاج إلى زيادة 35 ملي جرام من فيتامين سي خلال اليوم، لأن الجسم المدخن يستهلك فيتامين سي صورة أكبر من جسم غير المدخن بسبب التأثيرات السلبية للتدخين على الجسم، فإن هي تستهلك الفيتامينات والمعادن بصورة أكبر. أيضا التدخين بسبب تضييق للأوردة والشرايين الموجودة في الجسم وملئها بالدهون، فإن نقل الفيتامينات والمعادن من الغذاء إلى الخلايا يقل، وبالتالي يؤثر على جودة وصحة الجسم. التدخين أيضا ممكن يؤدي إلى نزول الوزن، وذلك بسبب تأثيراته السلبية. وايد أشخاص يشوفون أن هذا الشيء إيجابي، لكن بالعكس التدخين يؤثر سلبا من هذه الناحية بسبب احتوائه على مادة النيكوتين. النيكوتين راح يقلل من وصول الأكسجين للجسم والدماغ، وبالتالي راح يؤثر على مناطق استقبال المغذيات والمنكهات الموجودة في الأكل، فالشخص المدخن ما يحس الطعم ورائحة الأكل نفس الإحساس اللي يحس فيه الشخص غير المدخن، وبالتالي راح تقل تناوله للأكل. هني الأشخاص اللي يقطعون التدخين ممكن يواجهون مشكلة في هذه الفترة، أن يشتهون الأكل بشكل كبير، خاصة الأطعمة الدهنية. مهني ننصحهم أن يحاولون يأخذون يركزون في تغذيتهم على التغذية السليمة، يبتعدون عن الأطعمة العالية بالكربوهيدرات المكررة والدهون العالية، وممكن يلجؤون إلى العلكة اللي فيها نيكوتين في هذه الفترة عساس يقللون من شهوتهم للأكل العالي بالدهون والسكريات. في أطعمة معينة ننصح المدخنين بتناولها في البداية. النصيحة الأولى أن حاولوا تبتعدون عن التدخين. من الشغلات اللي ننصحكم تتناولونها، تناولون فيتامين سي ومضادات الأكسدة الموجود في التوت، في الخضار الخضراء بشكل عام. أيضا الطماط يحتوي على فيتامين سي بصورة كبيرة. الشاي الأخضر من الشغلات الجدا ممتازة لتكسير الرواسب اللي يكونها التدخين في الجهاز الدوري. أيضا بعض مضادات الأكسدة مثل الكركم والثوم من الشغلات الجدا مفيدة لتعزيز التأثيرات الإيجابية وتقليل التأثيرات السلبية للتدخين. كانت هذه نصيحتنا الصحية لكم والإخوان المدخنين. أتمنى أن تتركون هذه الآفة وتلتزمون بنصائحنا لتقليل تأثيرها على صحتكم. أهلا وسهلا فيكم أخواني وأخواتي. وايد ناس نشوفهم أحيانا يمشي بهالطريقة كأنه متسند، نشوف ظهره بمثل هذا الشكل، منحني بهذا الشكل، فلما أسأله أقول له شو السالفة، إيش فيك؟ يقول والله سويت عملية تكميم. نعم سويت عملية تكميم. هل في علاقة ما بين عملية التكميم والعمود الفقري؟ نعم هناك في علاقة قوية ما بين التكميم والعمود الفقري. كثير من الناس ما قبل عمليات التكميم بسبب الوزن الزائد اللي موجود معه يكون هناك في سبورت في الجسم، وبالتالي يكون عند العمود الفقري عنده في انحناء. هذا الانحناء اللي صاحبه ما قبل العملية الجراحية أو عمليات التكميم، هذا السبورت يكون مساعد أنه هو يساعد في يعني قلة الضغط على العمود الفقري، ولكن ما يمنع الانحناء.
فلما يكون الإنسان عنده وزن زايد أحيانا يكون عنده انحناء بمثل هذا الشكل، وهذا يكون مخفي نتيجة السمنة اللي كانت موجودة عنده. فإذا راحت السمنة الحين بقي الشكل مثل ما هو، ويبدأ هذا الإنسان يشكو من آلام في الرقبة، ويشكو من آلام في الفقرات الصدرية، وأحيانا يشكو من آلام في الظهر. هل السمنة يفترض أن هي تكون شيء إيجابي فبالتالي نبي نحافظ عليه؟ لا، ما نبي نحافظ عليه، بالعكس شيء جيد أن هذا الإنسان تخلص من السمنة، وراح يتخلص من آثار كثيرة معها. ولكن المشكلة الرئيسية أن هذا الإنسان بعد ما تغير وضعه والأوزان اللي كان شايلها يحتاج أنه يوطن نفسه ويعدل من استقامة العمود الفقري حتى يتخلص من هذه المشاكل. لا شك أن العمود الفقري في الاستقامة مالته تكون بمثل هذا الشكل، وإذا ما نزلت بمثل هذا الشكل أصبح هناك في ضغط على أسفل فقرات الظهر، وكذلك هناك في ضغط على الرقبة والفقرات الصدرية. اللي يحتاجه مثل هذا الإنسان أنه هو يسوي بعض التمارين التصحيحية. هذه التمارين التصحيحية عبارة عن تمارين تريد توازن العضلات في جسم هذا الإنسان، وبالتالي ترجع الاستقامة من جديد للعمود الفقري وشكله الطبيعي. مثل هذا الأمر يتطلب أن هذا الإنسان يسوي بعض تمارين التمدد، خاصة عندنا مثل الأربطة الطولية الأمامية اللي هي يصير فيها قصر نتيجة الوضع اللي اعتاد مثل هذا الإنسان أنه يأخذه. فلا بد أن يصير عندنا تمارين تمدد حتى نستطيع أن احنا نرجع الفقرات إلى وضعها الطبيعي، وكذلك نحتاج إلى تقوية في العضلات الخلفية. إذا صار عندنا مثل هذا الأمر راح نقدر أن احنا نصلح العمود الفقري، ويرجع لهذا الإنسان استقامته والشكل اللي هو دائما كان يبيه ما قبل عملية التكميم. لما سوينا عملية التكميم سويناها حتى أن احنا نحافظ على صحتنا ونعيش في حياة صحية أفضل، لابد أن احنا نكمل عملية التكميم بالتمارين الصحية التصحيحية حتى نستمتع بحياتنا بشكل أفضل. ما تشوفون شر. رحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. راح أتكلم عن موضوع أتمنى أنه ما ينفهم بطريقة خاطئة، أتمنى أني أوضحه بحيث أنه ما ينفهم طريقة خاطئة. في مفهوم في الصحة النفسية أو في العلاج النفسي هو مفهوم القبعات أو الأقنعة. كلمة personality اللي هي باللغة العربية شخصية جاية أصلا من الكلمة بيرسونا. بيرسونا سابقا معناتها القناع، تذكرون القناع اللي يلبسونه كذي يحطون في الحفلات التنكرية في مثل خشبة المسك وينحط على الوجه أثناء الحفلات التنكرية، هذا هو البيرسونا. فبناء على كلمة بيرسونا أخذوا كلمة بيرسوناليتي. شنو معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام أن الإنسان لازم يكون في كل موقف له شخصية أو قناع أو قبعة معينة يرتديها. بمعنى لو واحد ضابط بالجيش، طبيعة عمله أنه هو يحضر أو يصف العسكر ويعطي أوامر عسكرية، ويصير في ضبط ربط داخل الدوام إلى آخره من الطريقة العسكرية، ولا مشية معينة ولبس معين ونظافة معينة وترتيب معين. هذه الشخصية أو هذا السلوك لازم يمارسه خلال عمله. لو مارس هذا السلوك في البيت إذن هو عمم القناع الذي يستخدم في العمل في البيت، عمم استخدام هذا القناع. هني صرنا تحولنا من حالة طبيعية إلى حالة مرضية إذا تم تعميم هذا القناع. المفروض في البيت ما أدقق على الأشياء هذه ولا أتصرف ولا أجلس جلسة الدوام. أنا الحين وأنا قاعد قدامكم أمام الكاميرا مستحيل تلاقوني بالطريقة هذه قاعد أتكلم في البيت، لأن أنا الحين قاعد ألبس قناع مقدم البرنامج،
في البيت راح ألبس قناع الأب، ألبس قناع الزوج، ألبس قناع الابن، ألبس قناع الأخ. كل لكل مثل ما يقولون لكل مقام مقال، كل وضع له صفة معينة من صفات شخصيتك. ما أتكلم عن النفاق ولا أتكلم عن تلون الشخصية، مو هذا كلش. اللي أتكلم عنه هو التعامل مع كل موقف مختلف بما يتناسب، يعني تغير أدائك أو تغير شخصيتك أو تغير تعاملك بما يتناسب مع الموقف أو الشخص اللي أنت جالس معاه. هذا هو ارتداء الأقنعة أو القبعات اللي نتكلم عنها، هي الأدوار اللي يقوم فيها الشخص في المواقف المختلفة. أرجع أقول لكم، في بعض الأمراض تغطيها المهنة، المهنة تغطي هذا المرض، يظهر لنا هذا المرض إذا تم التقاعد. فإذا أنت مسؤول في الدوام ما يصير تكون مسؤول في البيت، ما يصير تكون مسؤول على والدك ووالدتك، ما يصير تكون مسؤول على عيالك وتحاسبهم وتسوي لهم حضور وانصراف وتسوي لهم ضبط ورب داخل البيت. مو كذي ترى، لازم نتعامل كأب أو أم داخل البيت، ندخل العاطفة في الموضوع، ما نلغي العاطفة. بالعمل ممكن نلغي العاطفة لأن العمل يتطلب ذلك، أما في البيت لا. التعميم يعني مرض، التخصيص لكل موقف قناع معين أو قبعة معينة، هذا قمة الصحة النفسية والمرونة. يعطيكم العافية.